الاوبو رينو 12 اخر ما كان الاخوان الاوبو رينو 12 5 جي شحال من جيجا 512 جيجا اخر ما كاين من شركه الاوبو 12 جيجا في الرام الاخوان الاخوان هذا الاوبو هذا غني عن التعريف كما كنقولوا غير هو الكادو اللي معاه القيمه ديالو 600 درهم كما كتعرفوا الاخوان الاوبو جابت الجديد واللهم بارك لقات واحد الاقبال كبير في السوق اللي هي الاطروا والاطروا اكس كما كتعرفوا كاين 122 جيجا كاين 64 جيجا كاين 256 جيجا اليوم في هذا الفيديو غادي نقول لكم الاثمنه الحقيقيه ديال هذا الاوبو اللي كاين في السوق وكما كتعرفوا هذا هو الاطروا الاخوان والاطروا اكس غنقول لكم عاوتاني التليفون الاخوان ديت الصدمات ما كيترس ما والو تيستينا في الفيديوهات اللي كانوا تيستينا في الفيديوهات اللي درنا عليه شحال هادي ها انتم الاخوان التليفون ما كيترس ما والو ها انتم ماشي تشير به داري ما تشير به ما والو طيح التليفون ها هو خدام اللهم بارك الاخوان حنا كنقول لكم غير التليفون راه ديت الصدمات ما كيترس ما والو يعني طاح لك تليفون كنتي طاح شي سلوم كنتي غادي طحتي فهمتي التليفون راه كيبقى صحيح ما ترجع لك لا الايكرون لا والو غادي نمشيو غادي نبداو بالاثمنه الاخوان الاثمنه عندنا الاطروا اكس ديال 64 جيجا 4 جيجا في الرام واحد الحاجه اللي عجبتني الاخوان في هذا الاطروا والاطروا اكس عندهم نفس الشارجور من 1300 درهم تقريبا نفس الشارجور تاع 2500 ولا 3000 درهم كاع ها انت الاطروا اكس 64 جيجا شنو فيها اخويا محمد سناو دراغو سيس لي اس 4 جي جينيراسيون 1 ها انتم كما كتشوفوا والشارجور ديالو 45 واط 45 واط تليفون 64 جيجا 4 جيجا في الرام 1299 درهم وكاين ديال 128 جيجا 4 جيجا في الرام حتى هو نفس الكونفيك 1500 درهم وكاين الاطروا الفرق ما بين اطروا والاطروا اكس الكاميرا هذاك فيه 13 ميجا بكسل 16 ميجا بكسل هذا فيه 50 ميجا بكسل ولكن 45 واط نفس الكونفيك نفس البروجيسور نفس الشارجر اخوان الثمن ديال هذا 1800 درهم بالنسبه ل 256 جيجا ديالو الاطروا حتى هو 256 جيجا ديالو حتى هو سناو دراغو كما بحال بحال 45 واط الشارج هذا 2499 درهم الرينو 12 اي في الاخوان 4 جي 256 جيجا 8 جيجا في الرام ولقى واحد الاقبال كبير الصراحه في السوق كيتباع مزيان 3400 درهم بالنسبه للرينو 12 اي في 5 جي حتى هو راه جا الثمن ديالو 4000 درهم والرينو 12 حتى هو 5 جي هذا ماشي الاف 5400 درهم غير هو مع هاد لي زياد هادو كادو الاخوان بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا هاد التليفون تحيه لكم